الحياة فام. الحياة فام. زهرة الحياة. موسم الصيف هو موسم الأفراح والأعراس، إن شاء الله ربي يهني كل المقبلين على الزواج. ومن بين الاقتناءات العريس هو الذهاب إلى سوق الساغة لاقتناء قطع من المسوغ. إذن الإقبال عن المسوغ في هذا الصيف كيف يكون الحال، خاصة أن هذا المسوغ عرف ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة. حتى نتعرفوا عن حركية هذا السوق انتقلنا إلى أحد تجار المسوغ بالمدينة العتيقة وقمنا لكم بهذا الروبورتاج التالي. موسم السنة باهي ومشو باهي، مع غلاء الذهب نقولوا احنا معنا كي يغلى الذهب تقل الشراء نتاع الذهب ويوليو يلوجوا على ديما حاجة خفيفة وديما يمشيوا للذوق 9 أكثر من الذوق 18، على خاطر ربنا السنة سيرتو معنا غلاء الذهب بالكدا بكيفية كبيرة على الآخر، فهمت، وصل الجرام 200,000 و220 دينار معنا، فهمتني. الأمور ما هيش معنا كما كانت قبل، نتج على الكورونا اللي طيحتنا شويه ما خلتناش فهمت نخدموا، هي بارابور الاقتصاد كامل طاح مع الكورونا ما مشيتش. السوق العالميه طالعه من قديه توا بارابور تشوف معناها الدولار الامريكي طلع، الذهب يطيح، البترول طالع، اللورو طايح، مش مفهومه الامور الاقتصاديه كل فما قبيل، ما مش كما كنا نخدموا قبل معناها، فما توا قلت لك شويه شويه القبيل معناها ديما يوليو يلوجوا العرايس على حاجه خفيفه معناها صياغه، توا ممكن نوريك معناها صياغه جويده على الاخر تعمل 3 ملايين ونص معناها، فهمتني. كي يجيك الذهب يولي ما عندوش، يولي معناه يولي يحب ياخذ قطسة، هو توا فما ناس تاخذ في البلاكيور، عارس بالبلاكيور تاخذ في الفضة المغطسة، ما ينجموش من الغلاء كل شيء غلاء. ذهب التكسير يخدم توا من 125 حتى ل 130 دينار، والاخر يخدم 165 ل 175 180 سويفو انت والخدمه وانت والقطعه. هذوما بزوز ملايين، زوز ملايين و400 فما اللي هي منهم مثلا زوز ملايين و400، هذه زوز ملايين و400 مثلا ميزان تاعها قديش؟ هذه زوز ملايين و400 فيها لله الله محمد رسول الله فيها 13 غرام 13 غرام 12 غرام ونص، هذوما فيهم 10 غرامات فيهم 11 غرام ونص. هذوما كانوا يمشيوا قبل في يونساي مثلا، كانوا خطر خفاف شويه، توا مع الغلاء ولاو يمشيوا برشا يعرسوا بهم. هذا خيالي بو 7، هذا خو خزوي صغير، هذا السعر نتاعو بالفرد نتاعو بالخاتم يعمل حكايه 7,500,000، فهمتني. هو القبيل نتاعو توا هذا جبد شويه مع الغلو خاطر ما كانش السوم نتاعو كيما هكا، هما جاوا ولاو يعملوا فيهم في الفضة المغطسة ولاو يخدموهم معناها ثقة خيالي ب 300,000 و 250,000 على خاطر الناس ما عادش نجم تشريه برشا، فهمتني. هذه صياغة ذوق 18 زادة مثلا تعمل حكاية 3,800,000 تبدا خشينة شوية و 4 ملايين. توا هذه مثلا صياغة ذوق 9 فيها 3 قطايع، فيها خراس، فيها براسلي، فيها شركة، هذه مثلا تعمل 1,100,000. هذه المواطن اللي ما يقدرش باش يشري صياغه ذوق 18 ب 4 ملايين و 3 ملايين ونص على غلاء المعيشه هذه، ولا يلتجي باش ياخذ صياغه ذوق 9 كيما هذيا. وفما حاجه اخرى اللي يجيو توا يشريو في الذهب مثلا، يجيو العرايس يجيبوا معاهم برشا ناس معاهم، اللي يجيب فاميليا كامله، تجيب بنت عمتها وخالتها وبنت خالها والكل، وكلهم يبداو يعطيهم في اراء وفي كل شيء. توا العروس والعريس يبداو متفاهمين على سوم مثلا معين باش يشريو صياغه كيما نقولوا نحنا، يقول لها عندي زوز ملايين ونص يا بنت الناس راني باش ناخذ في صياغه. تجي بنت خالتها، تجي خالتها، تجي امها، تدخل في الموضوع تقول لها ليه الصياغه هذيك جويده وما تملاش العين وقدام الناس كيفاش هاي الصياغه كيما هكا وما تاخذ كان هذايا. تجي تشوف الصياغه تلقى صياغه ب 5 ملايين 6 ملايين، العريس ما في حالوش باش يشريها وش يعمل. والله مره صارت لهنا اللي
كبشة المرأة متفاهمين في سوم هما مثلا نتاع زوز ملايين وثمانينية اختارت له صياغة بخمسة ملايين ونص جوغ مغ هي وياه هات هيك غزر البوه قال له بابا راني معش حاجتي بالمرأة برا خذها انت خليهم جماعة الكل هنا يا راجل ايجا يا راجل ايجا شيء والله تحلف حلفة هي بيدة حاصيله وروحة الناس كما جيت كل قدير وقدره معناه اللي عنده مليون ينجم يشري بيه واللي عنده 500 يشري بيه واللي عنده 3 ملايين يشري بيه وفي الاخر بالكل راي الفايده في الهناء هذا الكل هو راهو ذهب ما يعمل حتى شيء احنا نعرفوا اللي هو الذهب هذا زينه المراه والمراه تحب تخرج من دار بوها بصياغتها وتحب تخرج بذهبها وكل شيء لكن توا مع الظروف مع الشيء غلي مع تجي المرمى مع تجي باش يجهز دار وبيت نوم وصاله وفطور و الى غير ذلك توا العرس يتكلف ما فماش يتكلف قريب ال 50 مليون معني اقل حاجه تو انا بارابور عرست عندي 14 سنه ما عرستش بيه السوم هذا بكل عرستي انا بصياغه قد هذه مرتين ب 900,000 تو اغلي كل شيء 900 ما عادش تجيب له صياغه ذوق 9 صياغه ذوق 9 هكا ب 11100 فهمتني والله انا نعرف شكون جا وعرس عرسه ب 400,000 خذوا سلسله وتعليقه وخذوا خاتم هكا معاهم ومشاو على رواحهم والله ورجعوا من بعد ونبع عليهم ربي وشري والفايده في الهناء قبل كل شيء ومن بعد راه يجي كل شيء يجي بطبيعته كادر كينو بربي والراجل يبدا عنده يجيبه مليان ما يبغاش مرته راه يشري لها كانت الخطوبه نتاعي انا فرده كانت قبل سوليتير ومونجيل توا ولا سلي عنده يشري سوليتير يشري مع فرده يشري مع ثلاثه افراد وكل قدير وقدره كهو فما الاسوام نتاع السوليتاريه توا هذا مثلا ذوق 18 فما من 480 470 حتى المليون وعندنا ذوق 9 ذوق 9 يبدا 200,000 250,000 وعندنا الذهب الابيض زاد توا هذا مثلا كانوا قبل زاد سوليتير ذهب ابيض ومونجالا سوليتير ذهب ابيض ولا سوليتير اصفر ومعه براسلي خطوبه توا تبدا من 700 حتى المليون ونص 700,000 حتى المليون ونص وانت كل قدير وقدره ذوق 9 هو نحكيه احنا نتاع 700 والذوق 18 تبدا 13,100 14,100 15,100 فما حتى اللي ياخذ ب 3 ملايين عنده ياخذ كما يحبه اما بالنسبه للفيونساي من الاول نبداو بالسوليتير هذه الاساس بالنسبه للحنه نتاع تنجم تلبس الخيالي هكا لبسوا الخيالي هذه اللبسه نتاعنا هذه سبرنا احنا نقولوا احنا معناها في الحنه ديما حاجه هكا تراديسيونيل حاجه عربي وفما اللي يكمل كما نقولوا نحن مبديع في الفيونساي فرده وخاتم يكمل في الحنه كما نقولوا نحن زوز فرادي باش يكملهم نتاع الفرده اللي خذاها والا يكمل الصياغه فرد المره مني كمل الصياغه والخوصه مع كتبان الزديق والحنه انا يولي كامل ماخذ صياغته بخوصته بكل شيء تكلفة نتاعها هذه مثلا كنا كما قلنا بكري احنا تعمل في 7 ملايين ونص كيكه فهمتني كامله مع بعضها او كنا نحكيو على الخيالي الاصلي هذيك نتاع 7 ملايين ونص و7 ملايين و8 وفما حتى ب 15 مليون وفما توا ولينا نعملوا فيهم اللي ما يقدرش ولينا نعملوا له على الفضه فضه المغطسه هذه روزي خيالي كامل هكا زاد كيف هكا ب 400,000 يتكلف 700,000 هو والفرده نتاعه والخاتم وكل ما شيء فهمني حاجه زاد باهيه ونظيفه وخدمه مزيانه على الاخر خلخال هذه كنا قبل معناها كان مطلوب وكنا نخدموه بالكدا كان قبل الخلخال اكبر من هذايا يعمل بزوز ملايين ونص 3 ملايين توا صبح الخلخال فهمتني ب 14 مليون وب 15 مليون ما عادش فما شكون يشري والخيالي فضه هذا كمان هذا يعمل 650,000 هذوما المناق اللي كنت نحكي لك عليهم كانوا قبل ناخذوا فيه ياخذوا فيه سوليتير ومونجيلا المونجيلا توا فما مناق من 85,000 حتى ل 450 500 موجوده الاسوام الكل اما القبيل برشا ديما على المناق الاقل شويه معناها نتاع 120 نتاع 100,000 الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة